الواقعيه المدنيه هم في خدمتكم؟ قول واحد السيده شحال كاينه من طوموبيل؟ واش واحده ولا اكثر؟ جوج طوموبيلات. تبعو خويا تربيو عافاك الله يرحم الوالدين تربيو. لا واخا حاول تبقى بعيد، رانا جايين عندكم. اتصال كهذا يتلقاه عناصر الوقاية المدنية على الأقل 160 مرة في اليوم بجهة الدار البيضاء ستات، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الاستعدادات ثم التوجه مباشرة إلى مكان الحادث، كل ذلك في ظرف لا يتجاوز 30 ثانية. رحلتنا مع رجال المخاطر تبدأ الآن. حادثة سير وسط المدينة تعرضت لها سيارتان والسائقان في حاجة ماسة للمساعدة الفورية. الحادثة تتدخل عناصر الوقاية المدنية وتسخر الآليات والمعدات المناسبة، وهذه الصور الأرشيفية نموذج لبعض التدخلات الكبرى التي نجح فيها رجال المخاطر. هنا انقلاب حافلة لنقل الركاب والمصابون كثر. تمت العملية بنجاح والمصابون يتلقون الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى على وجه السرعة. حوادث سير، حرائق، كوارث طبيعية، بيولوجية أو صناعية، مجالات من ضمن أخرى تتدخل فيها عناصر الوقاية المدنية من أجل إنقاذ الأرواح، تدخلات لا تخلو من مخاطر وصعوبات. يوم جديد ومغامرات جديدة، الهدوء يعم المكان، لكن ليس لوقت طويل. وأول نداء لليوم عملية إنقاذ امرأة فقدت وعيها منذ يومين ولا أحد استطاع الوصول إليها. قبل الوصول إلى مكان الحادث قد تعترض سيارة الإسعاف بعض العراقيل، بعض السائقين لا يفسحون المجال. وصلنا إلى المكان المنشود ولكننا منعنا من التصوير من طرف عائلة الضحية. احتراماً لمشاعر العائلة امتثلنا للطلب. جواً، بحراً أو براً لا ترهبهم المخاطر، في كل مكان وزمان جاهزون للتدخل. عمليات الإنقاذ تتواصل ليل نهار، فريقان يتبادلان المداومة كل 24 ساعة، وقبل بدء المهمات الصعبة لا بد من مراقبة التجهيزات. بنية قوية، سرعة بديهة ودقة في الأداء، كلها صفات على رجل الوقاية المدنية أن يتحلى بها. هذه المؤهلات تتعزز وتنمى بتدريب يومية شاقة ومتواصلة تبدأ منذ الالتحاق بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية وتستمر داخل السكنات. الأهداف الأساسية ديال التدريب المستمر هو جعل عناصر ديال الوقاية المدنية اللي في السكنة ديالنا قادرين على التدخل بفعالية واحترافية في الميدان، كذلك مواكبتهم لتطور المعدات وآليات اللي كانت توفر عليها داخل التكلة. تكوين خاص وتداريب تبدأ بدروس نظرية وتطبيقية قبل التحاق عناصر الوقاية المدنية بالميدان، كل ذلك يتم هنا بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية. تكوين في المدرسة الوطنية للوقاية المدنية تشمل على ثلاث مسالك. هناك المسلك الأول اللي هو مسلك التكوين الأساسي التطبيقي المخصص لفائدة المتدربين الجدد الذين يحملون اسم تلميذ بمختلف الرتب. خلال هذا التكوين يتلقى المتدربون الجدد تكوين عسكري إضافة إلى تكوين مهني نظري وتطبيقي. ثم هناك مسلك التكوين المستمر
اللي هو عبارة عن تكوين الهدف منه الحفاظ على المدارك المكتسبة داخل المدرسة خلال المسار المهني لموظف الوقاية المدنية. ثم هناك المسلك الأخير هو مسلك التكوين المتخصص للهدف ديالو هو تطوير مهارات وكفاءات رجال الوقاية المدنية. مجالات تكوين المدرسة الوطنية للوقاية المدنية لا تقتصر فقط على تلاميذها، بل تشمل الأطفال أيضاً. هنا تم تجهيز هذه القاعة لتوعية الناشئة بدور عناصر الوقاية المدنية ومجالات التدخل والتقنيات المستعملة خلال عمليات الإنقاذ. بعد الدروس النظرية والشروحات، حان موعد التمارين التطبيقية. لحظة ينتظرها هؤلاء الأطفال بفارغ صبر، ينصتون، يستمتعون، وطبعاً يستفيدون. حنايا جينا لهذا المركز في لقاء مع رجال الاطفاء باش نتعلموا بزاف ديال الحوايج، مثلا كيفاش كتتم العمليه ديال الانقاذ ديالهم لشي شخص، وكيفاش كيفاش كتتم عمليه ديال التدخل ديالهم في شي بلاصه فيها شي حريق. جيت بعدا للوقايه المدنيه وفرحانه بزاف حيت تعلمت فيها بزاف الحوايج ما كنتش انا عارفاهم، مثل بحال الغازات البوطانيه والاسعاف والشاحنه اللي كيطفيو بها الحرائق. توعية الأطفال بأهمية ودور رجال الوقاية المدنية يتم أيضاً عبر تنظيم زيارات لمؤسسات تعليمية. هذه التوعية المغزى منها وهي التواصل مع المجتمع والتواصل مع السكان والتواصل مع المواطن المغربي بصفة خاصة وجميع المواطنين وجميع ساكنات هذا التراب الوطني، وذلك للحد من الأخطار وتفادي الحوادث السير وتفادي الأحداث العارضة التي يمكن أن تحدث بعد حصول الحوادث. تقريب الأطفال من مهنة رجال الوقاية المدنية وتلقينهم أبجديات حماية أنفسهم وحماية الآخرين هدف هذه الزيارة، مبادرة استحسنها الجميع. نخرج ونعيد للرقم 15 العناصر المدنية. نرحب برجال الوقاية المدنية الذين يعملون شاهدين على توعيتنا بالأخطار التي يمكن أن تحدق بنا في كل وقت وحين، ومن بين هذه الأخطار يمكن أن يحدث حروق أو اختناق أو غرق، ونحن نقدر كل تضحياتهم ونشكرهم على جهودهم وعلى سهرهم على راحتهم. جدونا معلومات في راسنا، ما كناش عارفين بزاف ديال المعلومات، دابا زدنا عرفنا معلومات وعرفنا بان بحال اللي كانت شي احتراق في الدار ولا شي حاجه، نحميو راسنا ونحميو والدينا اللي معانا واللي في الدار كلهم، وخاصنا دائما نعيطوا اللي كانت شي حاجه خطيره خاصنا نعيطوا دائما على رقم 15. ما اجده رائعا هو ان الاطفال سيحملون هذه الرسائل الى عائلاتهم وسيساهمون في توعيتهم بالمخاطر التي يمكن ان تحدق بهم في حياتهم اليوميه. أدوار شتى وعمليات إنقاذ لا تعرف المستحيل. سنة 2018 فاق عدد التدخلات 296 ألف تدخل عبر أرجاء التراب الوطني، عمليات تتنوع بين الإغاثة وإخماد الحرائق وحوادث السير، عمل متواصل تعيقه أحياناً بلاغات كاذبة بلغت خلال السنة الماضية أزيد من 3500 اتصال. كل ذلك لم ولن يحد من عزيمتهم، فعلى عاتقهم تقع مسؤولية كبيرة. الإحساس ديالنا أن كنكونوا غاديين واحد ديبار ولا شي حادث ولا شي حاجة، كنكون واحد الإحساس صراحة
احساس قوي للشغف ديالنا باننا نصارعوا باش نقوموا بواحد المهمه ديالنا في احسن وجه. كنفرحوا ملي كنرجعوا كنلقاو راسنا اننا نقدنا واحد الشخص. احساس الفرح هذا يكتمل لدى عناصر الوقايه المدنيه حينما يتم الاعتراف بمجهوداتهم وتقدير تضحياتهم. الوقايه المدنيه كما هو معروف كيقوموا بواحد المجهودات جباره داخله في واحد الاطار ديال الانقاذ، سواء كان حرائق ولا كوارث طبيعيه. مشكورين على هذه المجهودات اللي كيديروا. بالنسبه ليا الوقايه المدنيه كيقوموا ب واحد العمل جبار اللي خص الجميع يشكروا، زعما كيضحيوا بالانفس ديالهم وكينقذوا الناس. الناس الوقايه المدنيه هما رمز التضحيه، والناس كيقوموا بواحد الجهد واحد العمل اللي ما يمكن يقوم به تاسي حد. تحديات ومخاطر يواجهونها بشجاعة وجرأة، يؤدون مهمتهم بكل أمانة. رجال الوقاية المدنية أبطال لا يهابون الموت، أبطال شعارهم إنقاذ أو هلاك. وفيه رجل وقاية مدنية فخرا وشرفا أن تناط هذه المهمة به، فكثيرا ما نجد رجل الوقاية المدنية يتدخل في حوادث وفي في أخطار تشكل خطرا على صحته، فيعود منها منهكا، ولكنه يشعر بسعادة داخلية لا تعد ولا تحصى نظرا لأنه نجح في مهمته. فالسعادة التي يشعر بها رجل الوقاية المدنية لا تقدر بثمن، والسعادة هي بالعطاء ليست بالأخذ، ورجل الوقاية المدنية هو رجل معطاء.